والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. التكية الرفاعية الصوفية للسيد يوسف السيد هاشم الرفاعية تناديكم أيها المحبون لذكر الله والصلاة على رسول الله. واليوم الأربعاء 11 شعبان 1445 هجرية الموافق 21 فبراير 2024. هي وخالد السيد والسيد هاشم الرفاعية مريد للطريقة رفع الصوفية بتكيته أبوه طقت الشامية الكويتية. يقول لكم بالأوراد الصوفية مدد مدد يا هادي 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 عفوا يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي. كل ما كثرت السمح كثر المدد وذكر الله. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. قال والد ابو يعقوب الرفاعي يقول يا ابن خالد اللي يبي رزق يقول يمسك الصلاه على النبي والاستغفار وسبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. ذكرته ابو حامد الغزالي يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. قال والد يقول ثبت قلوبنا وقلبها على دينك.